أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة وبيض الله وجهه. اشتعمر فعلا لو تكررت مستحيل اني انسى هذا الموقف. زمان وابناء الطلاب الله يسعدك. انا والله سعيد جدا ولو حاولت اني اكرر هالزياره. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، شو اخبارك؟ عساك بخير. عرفتني؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب، عرفتني ولا ما عرفتني؟ تقال اعرفك لكن الله اعلم لي بطاعنك. سلمان الشهري. سهلا. ونعم والله. قبل 30 سنة. ايوه. في المدرسة. قبل 30 سنة. في كهف الهديبان. ايوه نعم. ما شاء الله عليك. كيف حالك؟ عساك طيب؟ ايش اخبارك؟ عساك بخير. كيف انت؟ طيب. طبعا العم تركي استقبلني في المدرسة وبيض الله وجهه. واخذني انا وزميلي من بني من من ومن الليث. واخذنا تغدينا في غميقه ومريتنا في غميقه وحطينا السياره في حوش الشرطه وركبنا معك الى الوادي اللي قطعنا فيه السيل وطفيت علينا السياره وصلحناها وبعدين رحنا لعم سليم الفهمي وتعشينا عنده وبعدين اخذتنا في اليوم الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن الى المدرسه. فلا انسى الفضل هذا. انا جيت اليوم زياره لطلابي في بني يزيد وحريص جدا والله اني اجي اسلم عليك. تسلم ان شاء الله. فهذا واجبي. تسلم. ومقابلتك والله اني اعتبر اني مع ابويا. الله يحييك. الله يسعدك ان شاء الله. تسلم يا مرحبا. وانت لك. لكم عزيمه والله ما تسلم. انت. كلكم لك تسلم لك انت. لا اله الا الله. فضل كبير عندي انه ما حصلت في المدرسه ما يكون وصلت بني يزيد ولا يكون وصلت المدرسه ويمكن يكون تركت المدرسه يكون تركت التعيين ويكون تركت الوظيفه. لكن بعد الله سبحانه وتعالى وجدتك في ذيك واستقبالك لنا واخذتنا وقدمت لنا الشيء الكثير. لازم تخرج ما هذا ما يخرج لك هنا. هذا تخرج من هذا الشيء خلاني اجي الى عندك. بالله عليكم يا جماعه. الله يكرمك. بالله عليكم. كثر خيرك. عندنا دوامات وعندنا ارتباطات والشباب سدوا عن بني يزيد كلهم. كثر خيرك مليون. كثر خيرك مليون. كثر خيرك مليون. واجبي اني اجي اسلم عليك واحب على راسك. تسلم. لك حق ولك واجب. يعلم الله جيت معزه لهم. ولك انت اول. الله يسعدك ان شاء الله. قول الحمد لله اني قابلتك ما هو شيء لاني ابغى اقدم لك شكر خاص لك. مليون. الله يسعدك. ابد ابد ابد. انت كيف المسيح فين رقد ذاك اليوم المسيح؟ رقدنا في السياره ورقد هو فوق التنده. بسيطه يا مرحبا. وجاء وقت الصلاه ضرب على التنده قال قوموا صلوا صلوا ما ادري كم الساعه لكن ما شاء الله عليك. وانت قلت لي كلمه وما زالت هنا. انت قلت لي كلمه يمكن ما تذكرها لكن قلت لي كلمه وجهتني للحياه. الى الان انا مستمر في التعليم وما زلت معلم واللي تشاهدهم كلهم هذولا كان بيني وبينهم محبه فحبيت اني اواصلهم كلهم. لكن انت قلت لي كلمه قلت انت يا سلمان. انت قلت لي كذا انت يا سلمان من قبيله بني شهر وقبيله بني شهر قبيله قويه وانت مستحيل انك ترجع من بني يزيد وانا ابوك في المكان هذا. فلا اذكر هذه الكلمه بيض الله وجهك وجمل حالك وكثر خيرك والله يسعدك. يا الله ابدا هذا والدنا جميعا هذا يعتبر والله ما اعتبرنا في مقام الوالد. بيض الله وجهك. الله وجهكم. وان شاء الله ان نجيكم في وقت يكون في سعه. كثر خيرك. اولا فقدت اكرمونا فطور وغدا وسد عنكم كلكم. لا ما سد عنك. سد على الجميع. ابد والله ما فيها مجال. ما فيها مجال. كثر خيرك.